أخرى نجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطاقي الرمضاني بلغوا عني. الكلمة ليست مجرد حروف ندمجها أو أصوات ننطقها، الكلمة معنى ندركه، أثر نتركه، مسؤولية نتحملها، وعبرها نؤدي الأمانة ونتم الرسالة. وتتداخل فيها طاقة وتردد الصوت مع طاقة الحروف، طاقة الفكرة، طاقة اللغة، وطاقة الزمكان الذي تتردد فيه، ما يجعلها طاقة فاعلة وقوة مؤثرة في المتكلم والمتلقي، مستمعا كان أو قارئا. فالكلمة قد تحشرك في جهنم كما فعلت بإبليس، وقد تعيد لك الأمل في جنتك كما فعلت بأبينا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صدق الله العظيم. وليس عبثا أن نعتبر الكلمة الطيبة صدقة، بل دليل على أن أثر الكلمة مادي محض. كلماتنا تصنع واقعنا وتغير من واقع من حولنا. وبما أننا نؤثر من خلال الكلام، فلنختار كلماتنا بعناية، ولنقرنها بالنبرة المناسبة والنية السليمة، ولنختار أيضا متى وأين سنقولها. انقضى زمن المعجزات منذ عقود خلت، ولكن المعجزة التي تصاحبنا نحن كأمة مسلمة إلى يومنا هذا هي القرآن الكريم، وهو عبارة عن كلمات ربانية لها قواعد تلاوة وتجويد وآداب وأوقات جعلتها صالحة لكل زمان ومكان، وتأثير سرمدي على كل أشكال الحياة وعناصرها، لكل منا قاموسه الخاص وكلمات تطبع هويته. لهذا أدعوكم للتنقيب بوعي في هذا القاموس، والحرص على مراقبته وتحسين جودته، حتى يكون أثراً طيباً ومتناغماً مع الرسالة التي كلف بها بني آدم. إلى اللقاء. Thank you.